بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وناكسن داوضي يالدامان تيم بميلك استود نقاد داوانيسان كنسو دواد برنامج غارة عن مانتو كسو بوقوني عاسمد دو سومال لاني هرقيسة شركتها التوبة يو حقل إمك هالك وحي لفر ديا ان معمولها قود اللي بدا كمري ان عباس كسو دو تلفشيك عالميقا كالسان تيفي أدبانو دو إحمد أدنو ماسنت ان عباس هو دام حكاوي ديو كمريقا وكمري وين و سان أنا وهذا أركيو ديارضة بدن أيادكو حرنتين شقدين محيطها. بسم الله الرحمن الرحيم مركو هراد بانو سلام يا داود ياش شرفت له يوب هذا كريستن تي في شقدي أحمد وعندكم شو دوادو وحيتها يصدق شكتي أنا وحنا هيك مبني كشقية أديك عمرضه يحكى يد ما أنت كده عالم جاء. ما قلت. وحكمان كشقينا أديك فربنا ما بيحنا. سيدا في سياسة عملك سعودية في زياراتك يو دمان محوها وحي في ذلك قلا ودم هذا خليتك يو تقدر تعلم يجا دو كورن لسكي خلا جوشو وانقرت واحد كل وقت سي تقدر تعلم كورن ما نشرنا إن مديرة الصومالية ضد كسرتان هذي عمران نقطة يا هذي نقطة إن حج موسم حجك بس ديارة كلا استعمال شانو إن هين كوا الصومالية والله أريد تمرك إنه قطع عمره ما دام أنه عن آياتنا هاي أو أول أن هاي ديارةها دون كورنا على استعماله ديارةها هرجيسي مادة سيستم كآيات إنه كشرة سيدا إيتوبان إيرلاين فلاي دبي ديارة هذا عصبة يدنا نوصل بيرتي العربية وكله وحن صبي وأول حلا نينا ديارة دي كبا حيسة هرجيسة تجيسة السعودية قام بجديد تجي سوينا عن ذلك معتبرته عن صارنا. مركز أنا كم بني جيجو هرتا دواء كم بني مستقلة أو جارة أو كشقيه عمرها. كم بني عمرها كشقيه يروح على الراعي إيه لو الراعي لوك بركة سنو وكلا جار. حنو أنا كلا دي ذك قادسي جينسي دواء حويان كدة يمكين بدل لوك بركة سن جينسي وحنو كم بني كشقيه عمرها. مركز أنا أقول لا بد أبوان استعمال الله ديارها الصومالي ذا. جوده اللي قال لي هاي دين قطو دالو دين قطو شبا يدي أرادها أجنبي جاء لبض أبوان استعمال الله ده كمعتمرين تاء وان شارني سنة كانوا جود مي هدا إنه قصون غني عمر دي الحمد لله وموسم كي هدا إنه جود يشرنو لبض أبوان استعمال دي أرادها صومالي ده وان شارني دي أرادها أجنبي جنا وان شارني سيدا شكد فلاي دبي يتبان إيرلاين إنت وان شارني ده معتمرينه أوكي دوتك مركي هل كان قبنا يان عمر هذا أما سومالي كإيمان يا أما سومالي لين كتجي تجمع مكة هي مدينة سيرفس كشركة دو قبطه أنت أيضا أحمل وشيء كرزة والله كل أنه هذا ده وحكي شقينا نا دور صنع وحكي شقينا نا وحوي برنامج كعمرة أفر صنع حكي شقينا نا هذا صنع كمان نوفرة أنت بدو حكي شقينا ني سومالي لين سومالي أنا صنع كان أيام أيام حكي شقينا وتدان كقاضي سيرفس هذا قروح بدن ونظيفة أيان أصلاً هذا كم تعتبرين ترى لقى بلابو مركز أي شوكان كبحيان جدها وضنكا إلا إيو أنت أي كسو نقول أيان هذا نقطة ديارة ده عنك الاختيار إنه وديارة ده هبسميله أو ندعم له أو سيستم له أو سيف عنك روح بدن قف كم تعتبر كاو هب جروبه إنه صارنه هي هذا نقطة سكان للدشين أيت مكة هي مدينة قري حرم كا وحوينا كفوجين وحرمك أودو مواصلات كا ينقل إلى قفك الله قبل أبى مكوش دي مدارك تدي جارو إن الله قاضو بصصك شركة ده سعودي جاي أنا وشقين وحريت كان لنا هاي لوج يوم كا مركي ربان مديني آذان أما مدينة إتجان لوج قاضي قواردي مواصلات لوجني مدينة مكة تدا أنت بقى خدمات أضف في عن أو قروح بعض ما صيرن تطهي أنه أنا قب بناء معتبرة الصومال ده أن هدي أنا سؤالك الكويتية dad waayeela ayaa jira oo markay wadamada tagaan ama xajkooda garanaysa millions ee isugu imaanaya muslimiina oo ama umra gudanaya ama xaj gudanaya dadka waayeelka ah hadii ay lumaan idinka xilkan ka saaran maxay wallahi dadka waa runta sida sheegtay markay cibaado loo socdo dadka nooc walba way leeyeen dad waayeela way leeyeen dad allahumma salli ala muhammad dadalyaro way leeyeen dad xoog way leeyeen marka ilaahay horta nagu ma sababin wali dad umro aanu ka haynay kamina aanu ka haynay
oo lumay amba la waayay weli lagu may dhicin dad dhintay waa dhacdeen sanadkan oo kale Allah u naxariisto gabadh marxuumada oo dadkii muxtamiriinta ahaa ee aan ka qaadnay Muqdisho oo kale ayaa xaq ugu yimid ee Maka ku gariyootay deesu qurux badan geeri waxa weeyaan xaramka laga tukaday oo janaasada si fiican aan uga shaqeynay oo ay naga shaqeeyeen waxa weeyaan safaaradda qasuulida Soomaalida ee Jidda iyo waxa weeyaan shirkadda umrada ee aanu Saudiiga aan calaaqo wada leenahay aan wada shaqeyno xaramka laga tukaday janaasada si fiican u dhacday aas wanaagsan qurux badan u dhacay waa jirtay geeri xaaladda xaalad wafaa ama xaaladda dhimashada kala sanadka halka waa nagu timid laakiin weli dad umra ah ama muxtamariin oo aanu ka kaxaynay wadanka oo lumay ama dhib kale soo gaadhay oo weli nagu ma dhicin laakiin hadday dhacdo maxaa idinka meel yaala waa very easy qofka dabcan baasaboorkiisa ta sticker baa ugu dhagsan ku qoran yahay kamanigii keenay ugu qoran yahay telefoonada ay dadku wada haystaan ay asiriga ugu dhowey Suudigaaba ayaa kusoo wacay oo sheegaya hoteelada ay ku degaan kaalad bay leeyeen business card ay leeyeen mowqici uu ku yaalo hoteelka ku yaala xataa dadkiina alxamdulillaah waa taxiga markuu fuulo kaadku u dhiibayaan kaadka markuu u dhiibay khalas toos baa loo keenayaa hoteelka ku degana hadii baa dhacdo qof wayeela in mushkiladuna casay la kulanto maxaad ku ikhtaartay diyaaradaha ajnabiga aad ka dhawaajisay Ethiopia Airlines iyo Fly Dubai wallahi horta ikhtiyaar aanu gaar u ikhtiyaarnay oo aanu dadkii aan xagga u duunay ma jirto laakiin diyaaradaha asaar runtu tahay aan ku sheegay markii horeba ee sanadkan anagu dadka waanu saarnay diyaaradaha ajnabiga ah iyo diyaaradaha waxa weyn maxalliga labadaba marka waxa jirta Axmedow diyaaradaha Soomaalidu waxa ku fiican ay aad ugu fiican lagu gaareen diyaaradaha ajnabiga ah ama diyaaradaha aan Soomaalida hayna dibadda laga leeyahayna iyaguna waxa ku fiican yihiin oo aad ugu wanaagsan yihiin hadaan ku sii waadixiyo diyaaradaha Soomaalidu waxa ku fiican yihiin midalan dawa diyaarado in badan oo dadka ka shaqeynayay oo nidaamkeena xeerta jabkii Soomaalida iyo waxa weeyaan deenigu la shaqeynaya oo waxa weeyaan refund iyo no show iyo cancellation iyo waxa soo dhan diyaarada kale ay leeyihiin aan lahayn oo wax badan naga saacida dhibaatooyinka naga imaanaya dadka muxtamiriinta waayo qofka muxtamirka ah ee maanta falalka ku qoran wax laga qofkiyo tiirkiisa la gooyay oo caawa ku Britolo ku qoran uu dhoofo ayaa maanta koronaya war barbaraam joogayo waxa weeyaan container baa bii taagan la baa ruuya ama mi baa ban tagay oo reerkii baan gaaray uu ku leeyahay de tigirkiisi falalka falalka ku xugmaa lagu qorayaa iyadoo waxna ka go'in oo shoon gelin waxna mushkilad kale aan qabsanin waa transfer waa transfer ka kala ma la wareejinayaa miisaanka iyo kala dadka Soomaalidu waxa ay qabsanayaan wax ka soo rato weeyaan de diyaaradii kala nidaam bii leeyna qofku nidaam buu ku soconaya miisaanka inta uu leeyahay buu deesidanaya laakiin diyaarada Soomaalida de wax rajabkii horey baa wax kaniga ka dhaafay oo de inta is samay iyo miisaanka wax ugu dheeraadihiino waxay halaasta diyaaradda Soomaalida ay dhinac marka laga eego ay ku fiican yihiin oo deegaanka duwan meelaha kale inkastoo dhinac marka laga eego ay ina baabisay oo nidaamkii caalamiga ahaa ee traffic-ku u lahaa ay bahdishay oo Soomaalida istay wala qabsadaan diyaarado international ama caalamiga oo nidaam ku shaqeynaya oo nidaam ku socda oo on time oo qofku dheedkiisa weeganayo oo minutkiisa weeganayo oo counter-ka uu leeyahay hadii qofku business class uu yahay oo mas'uul dawladeed uu yahay ama nin rich man oo wax weeyaan ganacsada uu yahay countryisa uu istaagayo kii kalena dee economy-ga ahna countryisa uu istaagayo nidaamka lagu la qabsay adag tahay oo in badan dee nidaamka ay naga baabiyeen oo xisabkaas wax badan dee naga haray haddana dawikiin ugu duwayeen diyaaradihii ajnabiga ah diyaarada ajnabigiina waxa ay ku fiican yihiin dee waa diyaarado nidaam iyo system caalami ku shaqeynaya oo diyaarad baa caawa baaqatay iyo waxba dib u dhacay iyo diyaaradii baa buuxsantay iyo qof tigirkiisa haysta oo caawa ku qoran baa diyaaradii meel ka fuulo waayay iyo waxa weeyaan nin mas'uul ah ama nin waxa weeyaan isaga loo qiimeynayo oo day waxa weeyaan mas'uul ah ama xildhibaan ama diblomaasiya ama waxa weeyaan ganacsada kala ah ayaa soo galay meesha ay lagu buuxiyay waxa sadex ayna lahayn waa diyaarad ku shaqeynaya nidaam on time qofkii dheedkaas aad baxaysaa dheedkaas soo noqonaysa hadii wax iska bedelaan oo doono inuu dib u dhigto ama hore u dhigto ee charge ba jiraya qofkii lacag dheeraad ah in laga rabo marka waqti uu baahan sadakiida in la qabsadaan laakiin nidaamiyan waxa weeyaan xaggaasi ku fiican kuwa ajnabigi oo midna hadda marka laga soo noqonaayo waxa weeyaan Jidda ama marka la sii socdoba de qofka midna diyaaradda tan bay leedahay sa caalamiyan la og yahay in qofku xilligu kacayo waa in
لبصة عمل وصي عليه بركور مدارك وتصير لكن دي أراس وما المركز اللي راعي وحلقي وتمصع عضوض قبل الله بيجي تمصع عضوض قف كي معتمد كها إنه كوكا تم مداركي يسوون إنه في مو تراس كل حيوان مداركي قف كي يسوون بحب بابا تراس كل حيوان مداركي هالك وقت بدن وقت بدن وكل شكرين مركز أنا قدرك معتبرتها خيار ما سينا لأن سنة خوش ديارة على راعي يمكن بينك عمر ده أنا وأنا كشقينا والله بس شيء أكل دون ديارة هو شيء ناقلة ده قف قاعدي سي سيستم كان عمر ده يسكو حرام هذي أنا قطه فيسيه هذي أنا قطه غريه اللي ده جاي مكة كوي مدينة اللي تجاي مواصلات كي كمان يعني هو جار وأحنا وش أخش قال إنه واتاس قف كير هذا ديارة ده سومالي أنا راعي سومالي نسارني وأنا صار نسارن تطاسن لكن ديارة سومالي وأنا استعمالني دار نسارني شبان نسارني كويتين بيجانا ساسو كلام خوش أيوة صارني توبيان يفلاي دبي لبضة با هذا المعتبرين وانا صارني فرق قصنا أول حياة ديارتها محل اللي جاي كويتين بيجان عباسو أرنب تكلم واجس واحد رفي سوين كعمل كأ أيان صو أيان الصمينا مركان بكمبنيا كحرنتين حجاسة أدو صميسان خليج كدنا إيه ما إمارات كأ ما سعودي أريبيا ما كويت بحرين لحد دول خليج ومت كم ذا كلية أصلاً مسأول سعودي وموضة صميسان والله الدولة ده خليج كأنتوا ده بدو نصمينا مركب الله يرهبو كويت إيو بحرين مركب الله يرهبو وحنا أوبضنا هلا كشغل ده أوبضن تهاي أنا السعودية أي إمارات في ساعة عملك مركب كم مني نصمينا شقالة ربا إني قطان وفي ساعة عمل قفك وحويا إنجاز كان أصلاً كم من يلاس أم بقف برف هذا هذا وصو ده ربع قف برف هذا وش قيمة مثلاً يا ساي خاص أم بدي هول كله لقب أنا يوم أم بشكل هذا النقطة مركب في زيس عملك ونسمينا سعودية إماراتك يقدر أنت ونسمينا وحنسوي بدلنا هاي سعودية إماراتك وبدلنا سعودية إماراتك وبدلتين أن شركته إما كعمرة يقول احترتها أو شيء ذو عمرة أما سومالي هالنقطة أما سومالنا النقطة مستقبلك سيدو أركت هذا وين أتحكى أدتك وغاند والله أحمدو هذا صار شيء توارن أن جوا حنجار هذا وش قينا ومستقل عنا هاي عمره ذا مستقبل كله إلهي سبحانه وتعالى هدي ونكرنسيه أوده ده ونصيه ديوان رمنا هنا كش قينا حكى وحكى واحد جار ليه هاي أمريكا ما دي جار ليه هاي ما سيدا عمره ذا أنا وش قينا قروح وبدنا حكى أنا وش ذكرنا أوده ذيك ما يستجد إنه الله هاي إن أنا كش قينا حكى لكن ندمك جدها هي الدولة دولته هدي أي يدو فرتو مثال كائن لقش قيو أو ذلك موادين تاعي وفرتو إن كش قيان مثال كمليد موادين تلين جوا اللي قل لي هاي إن كش قيان حكة وان كش قين كرنا أو حقنا وانلنا هيدا وحويان إن كش قينو وسألوك تايب دو الدم هذا إن لا درس كيان بين الله ومت كيان دي كمليد كش قيا حكة wax kambeeni aan bal laba kaliyata de u xiranna waa oo ku balaarin markay naga la eegay deema Soomaaliland ama Soomaaliya la eegana waa bad dad balaaran dal balaaran oo wali bad 100% muslima walaa yaa 10,000 ama dhowr 10,000 oo haaji in ay inay baxaan dhowr 10,000 oo haaji waxay u baahan yihiin intaas oo kambeeni oo u shaqeeya oo service u sameeya oo service qurux badan u sameeya oo wax weeyaan dahagaajiya halka hadii de kambeeni aan laba kambeeni qurux culays ku dhaco dalgaab serviceki wax fara badan xujeeda Soomaalidu inay ku waayaan marka aad baan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan mustaqbalka dhow aan ka shaqeyno xaj gaara oo mustaqila sida wax weyn umrada wax weyn aan uga shaqeyno di Ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaag rabqal ma sha Allah oo wax aad u fiican weeyaan in imbaka shirkadu waxay shaqeynaysaa 4 sanoad hadaan been sheegin ama 5 sanoad baan maleynayaa sama أفر سنة عمرها ده أفر سنة عمرها ده تكون حشرتين مستقبلك هقل يا توبة سادو أركت عقد يكسن سنة مستقبلك والله واحد يكسن إن ميرسرة إلهي سبحانه وتعالى ونكاشن إنا شعب كيو كاستمر كيجنا ونكاشن إنا واحد شيء إنا نبدأ ميرسرة قرنه ووأذكرنا سادوا واحد يكون رجلا رجله في الثرى وهامته همته في الثريا قف عجها نروكو كوها إياه هم يجلسون ملسا بيتاقين هيدا إنا نغطو مركا مستقبل كوحا رجينا إنا نصوماليا يسو مالي لان لابضا با أنو دي كشاقين أو شركة ده هواوين أديق عمرادا إيا حاجكا يتكار لدا عالمي غاب كشاقية أغمر مغصوة دانك أما أغوه الرأي إنا نكمل نقنو إلهينا سبحانه وتعالى وان وكاشان إنا محوا كلسوني دا كاستمر كيغا إيا دلك وحويا ده معامل شيء ده نوان ونكوجر إن هالكان يكسرون إن شاء الله تعالى.
tigidhada caalamiga ahna waad jirtaan altooba hogal iyo altooba tigidhada caalamiga ah ma adduunko dhan baa mise waa meelo cayiman un yurub iyo maraykan iyo waxyaaba noocaas mise eeshiya iyo qaaradaho dhan waa u jirtaan dadka qofkii tigid doonaya ama soomaaliya jooga ama somalilan jooga annaga kulli hadda sidaid muuqata de ayaata mimol baan nahay wax aliyaali wixii hawada galo waa jari karnaa diyaaradaha internationalka ee oo dhan ee meesha doonaha tagaan adduunka hadday noqoto towa trafal hadday noqoto hogal trafal argiisa iyo muqdisho labadaba tigidhada caalamiga ah oo dhan nooc kastoo oo ay yihiin waanu jari karnaa alxamdulilahserviska aad baa usamaysan serviska aad baan usamaynaa waanu jari karnaa tigid kastoo caalamiga waan jari karnaa abbaasow dadku waxay ka cabanayaan qiimo xajka ama cumradaba ha noqotee qiimo aad u qaaliya waddamada dariska ee somalilan iyo soomaaliyaba ee dariska la-ahna waxood aad bay u jaban yihiin marka arrintaa rabshadu ka taagan tahay maxaad ka odhan lahayd adugu niyahow arrintaas waa arrintiitaasida runtu tahay horta si aan u kuu sheegay annaga dee ilaa hadda waxaan gaar uga shaqeyna waa cumrada fiilkii xajka weli maynan soo gelin insha allahu tacala mustaqbalka dhowna waa rajeynaya inaan soo galno cumrada hadda sanadkan iyo sanadkii hore annaga isku mid maaha sanadkan annagu hoos baan u soconna sanadkii hore itaan ku qaadnay cumrada sanadkan waa ka hooseysa lacag difrin badan baa u dhexeeya xajka waa run oo waddamadeena dariska hadday noqoto jabuuti iyo hadday noqoto waxa weeyaan hadday noqoto kenya iyo hadday noqoto ethiopia intuba waxa weeyaan waa inaga hooseeyaan xagga qiimo ahaan waana laga yaabaa inay inaga service wanaagsan yihiin marka horta anigu waxaan ka hadli karaa hadda dee kamiligayga waa kamen cumro ka shaqeeya xajka haddaan ka shaqeeyana dee waxaa dee agent baan ahay oo si toosa dee xajkii ugama shaqeeyo marka ilaahay haduu subxaanahu watacaala noo fududeeyo inaan sida cumrada oo kale aan xaj mustaqilo oo gaar oo kamiligayga gaar uga shaqeeya inay timaado dee sidaa cumradaba aanu hoos ugu dhignay ayaanu isagana insha allahu tacaala annagu waanu dee bal ifiirin doonaa wixii nagala gudboon inaanu dadkana dee ka dhinno service kale dee aanu kor u qaadnay insha allahu tacaala oo marka aad muusimka xajka bilowdaan ayaad qiimo dhimis samayn doontaan waxa aad u fiican weeye hadda arrintaa aada samaysaan markaad bilowdaan muusimka xajka ila imika cumrun baad ku kooban tihiin marka aad muusimka xajka bilowdaan waxaa la filayaa in dad badan oo customer ee labada shirkadoodba ay kusoo xidhmaan haddii ay qiimuhu noqdaan sida jabuuti iyo kenya iyo ethiopia kulli waxaa kalifaya axmedow qiimaha dee waad ogtahay hadda annaga kamini cumrada dee annaga keliya maaha soomaaliya kamini kala jira soomaaliya iyo somalilan labadaba ka shaqeeya oo cumro ah waanad ogtahay o dee dadka shacabka ah ama muwaadiniinta ah dee contribution ka udana inay kambeni badan shaqeynayaan hadda waddamadeenala dariska intaasoo kambeni ayaa shaqeynaya xaji ka shaqeynaya maalan kenyada hadda inta inoo jirta waxaa laga yaabaa labaatan soddon kambeni inay xaji ka shaqeynayaan oo kambeni walba in uu wado mid 2000 wada mid 1000 wada mid 3000 wada mid 4000 wada waxaa lagu tartamaya in ay noqoto bricekii iyo serviskii innaga laakiin somalilan iyo soomaaliya labada waxaa laga yaabaa inay kambeniyo dee ama laba kambeni keliya ka shaqeynayaan marka qiimaha waxyaalaha dee ka qayb qaadanaya waxaa ka mid a in ay kordhaan kambeniyada ka shaqeynaya xajkii iyo cumradii oo marka dee anigu intaasu kambeni ay shaqeynayaan waxaan ku tartamaya waa brice iyo service fiican inaan u gudbiyo dadkii waxa weeyaan ujeed ahaa amba muctamariinta ahaa laakiin marka aanay cidhiiro tartamida keligii aan ahay inuguahay in mar walba anigun laygu qasban yahay oo anigan loo imanayo dee wax igu kilifa inaan qiimo dejiyo amba servicekayga aan qurxiyo dee ma jiraan saa daraaddeed dadka mar walba waa u dan in ay bataan kambeniyada ka shaqeynaya hadday noqoto cumro iyo haddii ay noqoto xaj labadaba si dadkiina ay u helaan dee wixii ay heleen dadka lamidka ah ee waxa weeyaan ku xeeran amba waddamada dee ladariska ah ee muwaadiniinta ka cumraysansa amba ka xajinaysa ay helaan marka anigu hadda saan ku sheegay dee waxaan ka hadli karaa hadda awooddeedu waxay tahay cumro cumradiina dee waad u jeeddaa oo waad arkaysaa haddaad dadkii cumraysta a wareysato matalan hargeysa oo kale dadkii sanadkii hore ka cumraysta idinka sanadka ka cumraysta dee different baa jira xaggii bricka iyo serviceka bricekiina hoos baan u dhignay serviskiina kor baan ayaan u qaadnay marka insha allahu tacaala mustaqbalkana haddaan xaj ka shaqeynana dee saas maan dadka dee usoo dhaweynaynaa insha allahu tacaala oo serviskana aanu iskaga wanaajinaynaa debareskana wixii macquula ee xaajigana culays aan ku ahayn kambenigiina dee dakhli usoo gelinaysa de isagana iskaga bixinayo wax aan u samayn doonaa insha allahu tacaala marka insha allah haddii ilaahay nafta noo daayo goormaad isleedahay bilow muusimka xajka
والله ده وحا تيم ده إلا له مشرتو نجد ده الكلام والنا لكن مالي ده وحكو حريهين مالي أي وحكو حريهين ده وحكو قان إن ده وحكو حرنت هاي مالي دولة دي مثلا أو ده دولة ده أي أود ولا إنه سيرفيس كان أمبشر شقدا أي 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 بال أي بالارشو. أن إمك أن مستقبل كدو بأسلذي الموسم كحجك بالآبا. إم سيدك قادن كرتا رنت النعاس. نار بالأوضان الموسم كحجك. والله ده أنا جريت شذي دوا مرور بريت شوان قمنا. يوحي أنا جا حقي يكحر نانم وأنا جود دير جريسين. وأنا جا ده سيدا عمرة ده بدي أنو أن أوب بالأوني أنو قش قيني. تهمي جيجو إنا نحشنا كش قينو. بدي لا سبحانه وتعالى الله قرب قرب. لكن ده هي كحرنتها هي أنا جوا حنقول حرنها وح كحرنتها هي ده الدولة دو إن أي أي إيدو بالارس سيرفسكن لأن ده قف كستو موادني حق بقوليه إنه سيرفسكن كشقي قف كستو موادني حق بقوليه هي أو شروطه اللي جابها هنا هذه نقطة سعودية هي هذه أي نقطة جودها بقى شروطه اللي جابها هنا قف كستو بروحيه وموادني حق بقوليه سيرفسكن كشقي مركا عدة أود أولى إنه بالارس أو كمبنية ay siisay kale dawlad dawladda marka anaga nidaamka xagga ay wixii ku xirnaa naga dhameystiriin cidda ka sugeyno in ay noo fasaxdo oo inoo galaato oo ay dokumentigeeyo waraaqaynta inta ay wada eegto shuruudaha nidaamkeeda ayna mariso de ay soo geliso majeelka waxa weeyaan waxa weeyaan waa dawladda halka marka aan mareynana de sidaan ognahay 22 ka sanad ugu dambeeyay ده لما كان بني وقرية كشقية أي حاجة كشقية لما كان بني وكلية حاجة كشقية أنت صورنا ده كأوش قينا نوع حشي ده تمن كون أو حاجة جارس أم بكله ما كان الله عجيب بشرة أما الله بعد قلوب بشرة مش هذا دور سجن مشكلة ده الله بعد قلوب بشرة واحد ويان مديوا أما الله ظلم بشرة أنا كره مديوا ويان حاجة جي ظلم بسارة أو تمن كون أو حاجة أو سوماليا يسوماليلاند بقى مثلا الله بكون يشبه قالوا حاجة يسوماليلاند هي أنت كلا أو حوي حاجة يسوماليا طبعا كون أو حاجة لما كان بني أو كليتي ده أمور شقين كرام يعني سير اللي بيقول مش شقين كرام سير في سحق وحوي يعني حق بيع لا وما كمان كرام دين على علس باك شراء دين على كمان علس باك شراء أنت أس أو كم بني أو موادينينا oo hadii anaga tahay adey qeyr ka tahay baraga dadka kale kamid ka yimid ka tahay oo shaqadan garan qahay oo ka shaqeyn kara oo awood inay u shaqeeyaan leh iyagana banaanka way ka joogan marka muwaadinkii haajigina uu dulman yahay oo culays baa def fuushan toban kun oo haaji laba kamid qoro ma shaqeyn karaan halkii kale culays baa ka jiro intaas oo company oo muwaadiniin oo ka shaqeyn kara shaqadan oo u raaxay la xujeeda iyagana majalkii banaanka ka taagan yihiin cidda marka furfuri karta shacabka dintooda fiirsan karta eegi karta والدولده هذين قطوا سومالي لا هذين قطوا سومالي لا بد من الدولده أي كشقين كرا هوشن أو متشال كم بلاني كرا أو كم مني كلا سوق جلين كرا أو كشقين متشال كوا حويا حاجة كي عمره ده سي أوف كي سومالي كان محتمل كها وسير بس كي أوبا هنا أدي جوبا هنا وهرو ترى ده اللي ويدين سير كلا برا إسكان ده كورس كانوا في السعودية أنا اسمه شو جوبا وترى ده ويمدو كم مني ده هذي واحد وانا أحسن كل إن أمط سوماليات ملك استبعد شوقنا يا أخي نظر إنسان لا يجلس أي ده نسي إذا كلف تركينا ودذال إنسان دذال كنا ودذال آد يا آد وناك سويا برامج كوا قبل قبل عباس ضدك كاستمر كا ذي وهو حرم ما حد هو باقي لها والله ضدك كاستمر كا يا أه أدبا سودوين يا قلب فرمان سودوين يا كعم فرمان سودوين يا وحن سودوين يا سيرفيس هوفن أو حرجالة أو قروح بدن، وحن كذل بنا يا إني نقول قيميان ددال كييجا يو حويان هيك مرو بقى نوتشرنو، تذكر لما عاملين دوا وود دلميان أريت أسوي وجهين، أنت آن لما عاملين أما أول حفي السد ده أنصوب وقنا وحلينا هاي ويلكم، سود وهذا وحن نقول إيمان إنسان هذا كوفن أو قروح بدن وحن نقول إيمان إنسان سود وين قلب فرن يقعم فرن أنت بله. halka hadii ay noqotana waxay idii shaqeynayaan dad aad afkoodi garanaysan oo Soomaaliya hadii ma ka noqoto hadii ay madina noqoto hadii ay madaalka noqoto service qurux badan oo xarrag leh ayaan idin wafareyna oo idii wax weeyaan aan isugu gudbinaa insha Allah
marka waxa ay leenahay de ku soo dhawaada xafiiska Tawba ee magaalada Hargeysa iyo xafiiska waxa weeyaan Hogal ee magaalada Muqdisho inta waxa ku soo dhawaynayaan gacmo furan iyo qalbi furan ee aadna wa mahadsantihiin waxaan mahadcelinayaa KTV-ga Karsan oo maanta soo booqday xafiiska Hargeysa mahadbalaan maan idin jeedinayaa Axmed iyo tiimkiisa aad iyo aad baad u mahadsantahay waqtiga ay qaaliga aad nasiisay oo aad ku mahadsantahay Cabaaso dawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aanu la yeelanay maamulka sare ee shirkadaha Tawba iyo Hogal intaan dib u kulmi doono barnaamijkan lamida waxaan idinkaga tegayaa anigu Axmed Saciida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh